السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم جبت لكم اقتراح ديال عصير البربة أو سمندر بالحليب. كيف ما كتعرفوا بلي البربة عندها فوائد صحية كثيرة، ولهذا غنقترح لكم هذا العصير حتى اللي ما كيشربوش غادي يشربوه إن شاء الله. غنمروا إن شاء الله المقادير. عندنا بربة كبيرة قشرناها وقطعناها، عندنا معلقة تاع الفاني، 5 معالق كبار ديال السكر، ياغورت نكهة الفريز أو الفاني، و إترو اللارو بتاع الحليب. ناخدو الخلاط الكهربائي، غادي نوضع فيه القطع ديال البربة. كنفكركم بلي راه كبيرة. غنضيفو ليه ياغورت تاع الفريز، إلا مكانش عندكم تقدرو تستعملو تاع الفاني، أو بالفخومبواز أو الرومان، أي فاكهة حمرا موجودة عندكم. كلهم تيجيو معاه لان كيهرسوا داك المذاق ديال البربة اللي كيكون قاصح وما كنقدروش عليه. غادي نضيف السكر، انا درت 5 معالق، نتوما تقدروا تزيدوا او تنقصوا حسب الذوق. نضيفو معلقة ديال الفاني، معلقة صغيرة، والحليب عندي هنا 750 ملل. غادي نطحنو بالنص ديالو ونشوفو القوام. إلا كان كيعجبكم أنه يكون ثقيل غتخليوه هكاك، وإلا كتبغوه يكون خفيف غتزيدو ليه الكمية اللي بقات. غادي نطحنو، سمحوا لي يا ولدي راه كيعاوني اليوم. غادي نزيد الكمية اللي بقات ليا، نعاود نطحن شوية. من بعد ما طحنا نصبو في كأس تقديم ونوضعو في التلاجة، ومن بعد نصبو في كؤوس ونتمنى يكون عجبكم ويشرف المائدة الرمضانية ديالكم. وكنشكركم بزاف على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.